أهلا بكم من جديد. أمين عام الناتو قدم تصورا جديدا لطبيعة الحرب الدائرة في أوكرانيا قائلا لدول الحلف: استعدوا لحرب طويلة الأمد، مما يثير التساؤلات حول حجم القدرات التي يتعين توفرها لخدمة هذه الحرب، في حين أن هناك خاسرون كما في كل حرب، فهناك مستفيدون أيضاً، والخاسرون هم المتحاربون بجيوشهم، أما الرابحون فهم تجار السلاح وشركات إنتاجه التي عثرت على كنز لا ينضب. فهل تبددت فرص السلام؟ شركات إنتاج الأسلحة كانت تعيش على بيع السلاح للفقراء وعلى جيوش بلادها التي تتثاءب كل صباح، ولكن الحرب في أوكرانيا غيرت كل شيء، فالأغنياء صاروا هم الذين يبتعون الأسلحة، وجيوشهم لم تعد تتثاءب. تجبرها اليقظة على إزالة الصدأ من أسلحتهم المتراكمة، ولا يجدون مفراً من تحديث مخزوناتهم وبيع القديم لتجار السلاح. الحرب في أوكرانيا لم تعد مجرد حرب استنزاف للجيوش والاقتصاد، بل صارت حرباً تتشكل من حولها تحالفات لكي تدوم ويزداد عدد الذين يقومون بخدمتها. جيوش الأطلسي توفرت لها الفرصة بالفعل لكي ترسل إلى أوكرانيا كل ما تم جمعه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والقوات الأوكرانية لم تترك قذيفة تعتب عليها من تلك المخزونات دون أن تطلقها، ولجأت روسيا إلى مخزونها من الصواريخ حتى قيل إنها توشك على النضوب قبل أن تلتفت إلى كوريا الشمالية بحثاً عن المزيد من الأسلحة. طبعاً الإسراف في القصف المتبادل كان هو الظاهرة الأوضح في هذه الحرب، وهو إسراف مخزونات وإسراف أموال، والدعوة إلى حرب طويلة الأمد تقصد جعلها ثقباً أسود للقدرات الاقتصادية قبل القدرات العسكرية، وهو ثقب يريده حلف الناتو أن يمتص ما في خزائن روسيا قبل أن تعلن الاستسلام، ولكنه ثقب أيضاً لقدرات الولايات المتحدة ولقدرات الاتحاد الأوروبي على الصمود أمام التعهدات بكسب الحرب مهما طال الأمد. رهان الغرب هو رهان حسابات، ورهان روسيا هو تحالفات يمكن أن تسهم في تغير سير المعارك على الأرض. أما تجار الأسلحة الذين استعرضوا أسلحتهم في معرض سنوي في لندن مؤخراً رفعوا أنخاب النصر المسبق، فقد حققوا بالفعل من الأرباح ما لم يكن بوسعهم تحقيقه من قبل، وأولئك هم الفائزون على الدوام. هنا تأتي التساؤلات: هل يقوى اقتصاد روسيا على تحمل أعباء حرب طويلة الأمد؟ وما هو أثر الاستنزاف على اقتصاد الغرب؟ وهل يستمر الدعم الأمريكي إلى ما لا نهاية؟ وما لم يمكن كسبه على جبهات القتال، هل يمكن بالفعل كسبه بحرب تحالفات ضد تحالفات؟